طبقا لاستراتيجية وزارة الموارد المائية والري وتشجيع الأفكار الجديدة والبناءة، والتي من شأنها زيادة الوعي بأهمية قطرة المياه والمحافظة عليها من كافة أشكال التلوث والإهدار، وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها، والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه إدارة المياه في مصر. تبنت وزارة الموارد المائية والري فكرة المهندس جمعة طوغان، مهندس زراعي بالإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة المنيا. المهندس مبتكر لوحدة الفصل المنزلية والمعالجة المنتجة لإمكانية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي والخلط لاستخدامها في أغراض الزراعة. قام المهندس جمعة طوغان بتنفيذ وحدة الفصل والمعالجة بمنزله بقرية منسفيس، مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا، تمهيداً لتنفيذها على مستوى القرية. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا الكرام، وبرضه هنعيش مع الايجابيه والحاجات الحلوه اللي في بلدنا. عندنا افكار كتيره وعندنا شباب زي الفل، وعندنا القماشه بتاعتنا حلوه يا جماعه، بس نبتدي نلقي الضوء عليها ونبص للايجابيات. عندنا ابتكار جميل جدا عامله المهندس جمعه طوغان، وهو انشاء اول وحده معالجه صحيه لفصل مخلفات الصرف الصحي واستخدام المياه دي لزراعه الاراضي. مش بس كلام، ده عمل الموضوع دوت مع سياده النائب اشرف شوقي عضو لجنه المشروعات الصغيره، وفي يمكن اعتقد في المكان عنده او في البيت عنده، قدروا ان هم يعملوا نموذج، وهو هيحكي لنا اكتر عن الموضوع ده وطلع يعني نتائج ايجابيه جامده جدا. تخيلوا حضراتكم لو تم تعميم هذا الموضوع، ممكن محافظ المنيا اللواء عصام البديوي كان مهتم جدا بالموضوع، لو تم تعميمه في محافظه المنيا ولو تم تعميمه في جميع المحافظات، احنا نستفيد قد ايه من كميه الميه المهدره في الصرف الصحي مثلا. تخيلوا هيبقى عامل ازاي، هنحافظ على ميتنا ازاي، والدنيا كلها دلوقتي بتحافظ على قطره الماء. خلونا نرحب بضيفنا مهندس جمعه الاول، نقول له صباح الخير. اهلا بك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. احنا فخورين بالمشروع الجميل ده. الله يكرمك. عايزين بقى نعرف الفكره جات لك منين وابتديتها ازاي. الفكره اصلا شغال في ذات الري، مهندس زراعه في ذات الري. تحديات الميه وسد النهضه وزياده عدد السكان وتنامي الطلب على الميه، محددات كبيره جدا. اذا عدد سكاننا بيزيد ومحتاجين ميه عشان نكفي احتياجاتنا والفجوه الغذائيه بتزيد، فكان هاجس او معالجه الميه، ما يصرف الصحي حوالي 13 مليار متر مكعب من حصه مياه النيل، رقم كبير جدا. فالفكره هل ممكن نستفيد بالميه دي تاني او نعالجها؟ بالفعل نقدر. انا سجلت دلوقتي اختراع وسميتها وحده الفصل المنزليه المعالجه المنتجه. الفصل اللي هو الفصل الفوري في البيت، يعني ايه الحكمه ان انا اخد مصرف الصحه مشيه 10 20 كيلو احطه في محطه بيحصل خلط وتعقيد مركبات معقده وابدا اعالجها تاني. انا في البيت عامل مفصله بفصل المواد الصلبه في اتجاه والميه في اتجاه. الفكره هنا اللي هي تقليل زمن التلامس ما بين المواد الصلبه او الملوثات والميه الحلوه، لان مياه الشرب او المياه المنزليه مياه معالجه مصروف عليها من الدوله. فبالتالي فتره كل ما قل فتره التلامس ما بين الملوثات ومياه الشرب هاخد نتائج جيده. بالفعل انا عملت مفصله في قلب البيت في نهايه خط الصرف. بحيث ان اصرف المواد الصلبه في اتجاه والميه في اتجاه. خدت الميه عملت ثلاث معالجات. الاول فصل ميكانيكي، بعد كده معالجه بيولوجيه، ثم في النهايه معالجه كيميائيه. دي يعني فوق المعالجه الثلاثيه. يعني نظام فوق المعالجه الثلاثيه. عبء الميه في القرى المصريه مشكله كبيره، يعني في ظل احتياجتنا بنلاقي الارض المصريه طبلت بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفيه. عندنا في القرى خزانات. الخزانات حصل تشبع، التشبع ادى الى يعني تاكل بعض الجدران ومشاكل، يعني في مشاكل كتير بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفيه في القرى المصريه. ففكرة ان انا افصل واعمل صرف مفتوح على المصارف الزراعية بدون شبكة زي شبكات الصرف الصحي،
هو شيء جديد بيتناسب مع ظروفنا الطبوغرافية في مصر. عندنا المصارف في الواطي الترع في العالي، فبالتالي بخلي صرف مفتوح بعد عملية المعالجة. الكلام ده انا عملته بالفعل النائب اشرف شوقي تبنى الفكرة، عملناها في بيته. انت شرحت له الموضوع، يعني تلقى الموضوع ازاي؟ والله حتى يعني حاجة غريبة جدا، انا سيادة النائب عرفته عن طريق الفيسبوك. هو بيدور على حاجة تخص مشكلة المياه الصرف، فتعرف عليا. انا ما اعرفش ان هو نايف في البرلمان، فضل نسهر ونتكلم. قال طب ما تيجي تعمل نموذج عندي في البيت. انا عامله في بيتي، قلت بتاع شرف اشرفني البيت الاول، شوف النموذج عندي في البيت. جه عندي بيتي سقاره، شاف البيت عندي. بعد كده قال طب نعمل عندي في المياه نموذج. طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نساله، هو معانا على التليفون. سياده النائب اشرف شوقي، اهلا بحضرتك. اهلا بالخير، صباح الفل على حضرتك. فل يا فندم. سياده النائب، يعني لما حضرتك يعني عرفت الموضوع اتكلمت مع المهندس جمعه، ايه اللي شدك فيه يعني؟ اولا انا يعني بحييك على كم التفاؤل اللي بيشاع منك ده. اشكرك يا فندم. وبحيي الباشمهندس جمعه طوال، الله يخليك يا فندم، وفريق الاعداد في البرنامج، والدكتور الجميل ده اللي بينم على احنا عايزين نعيش في بيئه جميله ونظيفه ان شاء الله. الحمد لله بفضل الله. الموضوع ان احنا عندنا مشكله في الارياف، احنا بنعمل خزانات جوفيه اللي هي الترانش دي، بيبقى مفتوح على المياه السطحيه، وبنحاول كمان نفتحه تاني لو اتسد عشان خاطر ينزل الميه في المياه السطحيه اللي موجوده في الارض. ده بيعمل مشكله رهيبه في كل الارياف في مصر اللي هي ما عندهاش صرف صحي، كل المياه السطحيه ملوثه بمياه الصرف الصحي. ووصلت كمان ان احنا بنصرف، بنعمل بير كده عميق، بننزل للمياه الجوفيه كمان بنوسع. المشكله ان كم الامكانيات المطلوبه عشان خاطر نعمل صرف صحي في كل قرى مصر محتاج ارقام فلكيه، يعني 300 مليار جنيه، وهتبقى مستمره على طول عشان التوسعات. ففي مشكله رهيبه بتواجه مصر على يعني على العشر سنين اللي فاتت كانت في كارثه، وكمان عشر سنين كمان وما اشتغلناش باليات مختلفه ابتكاريه ممكن تحصل كوارث رهيبه. فالموضوع جد خطير، احنا محتاجين افكار ابتكاريه. الكلام ده انا بحثت على، يعني انا بدور على الضغط من تحت، فبحثت لقيت باشمهندس جمعه بيعمل حاجه اسمها وحده خط منزلي، فرحت له رشيد في بيته وشفت الموضوع، وبعدين اتكلمت مع المحافظين. احنا عندنا على فكره ابو المحافظ من احسن المحافظين على الاطلاق، اللي هو عصام جديد. اتكلمت مع المحافظ اللي اتشجع وطلب يقابل جمعه، باشمهندس جمعه ونزلنا البلد عندنا في السفيش، قلنا نعمل 100 متر تجربه. حسيت ان المسؤولين متخوفين من الموضوع. فقلت للباشمهندس جمعه تعالى نعمله في البيت عندي عشان نشوفه في التجربه على الطبيعه والناس المسؤولين. اللي حصل ان احنا عملنا المشروع وطلعنا منتج ميه كويس، وطلبت من السيد المحافظ انه يشوف المشروع. السيد المحافظ خد الموضوع في بين البرنامج بتاع الحكومي على اساس يقعد ربع ساعه ولا بتاع يشوف الموضوع ويمشي. تمام. المحافظ راح شاف الحكايه، هذا كان اول سؤال سالته، احنا عاملين الوحده دي فوق سطح الارض عشان الناس تشوفها. يعني ما ينفعش نعملها تحت. اول سؤال سالته يا معالي المحافظ انت شامم ريحه؟ ده صرف على فكره، انت شامم ريحه؟ قال لي لا، قلت له يبقى نجحنا. تمام. وبعد كده شاف الميه وشاف شكل الميه اللي طالعه في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، وبعديها قال لا نقعد بقى. قعد ساعتين يشرح له الباشمهندس جمعه طوال الفكره، الراجل متبني الفكره بصوره يعني انا مبسوط، هو متبني الفكره مني اكثر من الباشمهندس جمعه كمان، بيدافع عنها عايز ينفذها. التحاليل اللي طلعت من شركه المياه وشرم الصرف الصحي كانوا بيقولوا لي ان في تحاليل مبهره، المياه دي اكثر من المعالجه الثلاثيه. احنا ومعالي المحافظ برضه بنحاول نعمل
نموذج لمنطقه ماشيه فيها 150 فيت على اساس نطلع الميه دي. المسؤولين في الري الدكتور رجب عبد العظيم متحمس معانا الفكره، عايز على اساس ان احنا نصرف الميه دي في المشاريع او في المصارف. لو عملنا الكلام ده نسبه التكلفه تتجاوز 10% من تكلفه الصرف الصحي العادي. تمام. هو على الاهم من كده ان احنا بنعيد تدوير الميه مره ثانيه. ان شاء الله ربنا يوفقنا. انا متفائل جدا باذن الله بالجمعه الطوال ان شاء الله ان احنا نعمل فعلا في مصر. المعلم حافظ بيقول ان لو حصل الكلام ده احنا عملنا نقله تاريخيه لمصر. طبعا باذن الله بنتمنى لكم التوفيق سياده النائب. يعني بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب اشرف شوقي، بشكرك شكرا جزيلا على الاهتمام بالموضوع دوت، وباذن الله يا رب نقدر نعممها بقى. يعني نفسي نغمض ونفتح كده نلاقي الدنيا ان شاء الله يا فندم. بجد والله يعني انا سعيد ان في حد بيهتم للبلد مش مصلحه شخصيه. سياده النائب خدني روحنا عند محافظ المنيا، عرض الفكره عليه. محافظ المنيا بجد مش مسؤول، يعني في فرق بين يعني المسؤول يعني خد الموضوع باهميه. بدانا نعمل تحليل اجراء، بس يعني مثلا انا بقول كلام يعني ممكن يبقى كويس بس الاخر الارقام او النتائج هي اللي الفيصل. فعملنا تحليل، راح فتح المحطه بنفسه، سياده المحافظ جه فتح المحطه بنفسه وشاف المايه جوده المايه الخارجه. حاليا يعني بالفعل وجد جهه تمويليه تبدا تنفذ المشروع. عملنا اتفاقيه مع مركز بحوث الاسكان انه يسوق الفكره في مصر، ان هي الجهه المنوط بها عمل الكود المصري للبناء. سياده النائب خدنا رحنا عند الدكتور عبد العظيم وكيل اول وزاره الري ان المايه يصرفها عنده في المصارف. الموضوع يعني لما يكون في حد مهتم بيقفل الدايره من كل الجوانب، مش مجرد بيشجع الفكره ويحييك، لا هو بياخد ايه الاجراء التنفيذي، ايه اللي ممكن يتعمل عشان نطبق الفكره ارض الواقع. اصطدمت بروتين بيروقراطيه اكيد هتصطدم بيها، لكن اعتقد ان المسؤولين هيذللوا هذه العقبه. والله يا فندم يعني يعني في توجه عام في الدوله، يعني الوقت الدوله بتتكلم في معاهده مياه الصرف بيتكلم في 200 مليار جنيه. لما حد يفهم يساهم في حل مثلا بربع التكلفه بثمن التكلفه ليه لا؟ يعني ايه اللي يمنع؟ يعني مصر حاليا مش كل الصرف الصحي بدات تنعكس علينا في صوره امراض، بتنعكس علينا في صوره رجوع منتجاتنا من الخارج بسبب التلوث الشديد في مياه النيل. فالموضوع بقى ليه بقى اقتصادي مش مجرد تلوث. يعني حضرتك تشوف 8 مليار دعم الصحه سنويا بسبب عدم وجود يعني نظام كفء للصرف الصحي. طبعا حتى الشبكات الموجوده حاليا بقت قديمه ومتهالكه. ففكره الفصل من المنبع، النشيل الرواسب في اتجاه، بتطول عمر الشبكات في المدن، بتمنع الانسداد والهبوط الارض للموجود. طب خليني اسالك سؤال كده بالبلدي معلش، يعني انا بتكلم دلوقتي في القرى والنجوع والمراكز، ان كل دار او كل بيت او كل فيلا او ما بنسميها ممكن يتعمل لها وحده المعالجه دي تحت الصرف الصحي عندها في المكان، ولو هنا في القاهره او في المحافظات الكبيره ممكن تبقى تحت العماره. تمام. المساحه بتاعتها مش كبيره لكن هي في نفس الوقت يعني احكي لي متر في 75 سم متر في 75 يعني ممكن تحط في اي في شقه يعني في أي شقه نفسها يعني في المنور. مش مشكله يعني. وهل هي مكلفه؟ خالص. انا بتكلم لو عملتها بلاستيك بتكلم في حوالي 1000 جنيه او 1000 ونص. لا والله كتير. والله يعني لو عايز اعمل واحده في بيتنا دلوقتي بس هي الفكره يا فندم في الفصل، ازاي افصل المواد الصلبه عن الميه بسرعه باقل زمن التلامس. عملتها فايبر، عملتها مباني، المهم الشبك او الوسائل الفصل اللي بيتم، هي دي الفكره. يعني ازاي افصل المواد الصلبه تروح في اتجاه وعالجها مش في اتجاه وخلاص، لا بعد كده بستخدم المواد الصلبه ديت بتخلص منها بطرق صحيه وامنه. ازاي اعمل لي عمليه قمر سواء تخمر في انتاج البيو جاز، استخدمها كسماد. يعني انا عندي اربع طرق اتخلص ازاي من الحمأة بعد تجمعها. في نوع من البكتيريا بيقدر على هضم الملوثات. يعني مثلا بقى الصندوق دوت المتر 75 ممكن يقعد 3 سنين ما يتفتحش. البكتيريا النشطه بتاكل يعني ربنا خلق الكون منظم وفي كل شيء موجود، بس ازاي نوفق كل حاجه في مكانها، ازاي نوظف كل شيء في مكانه الصح. في بعض انواع البكتيريا موجوده دي ممكن تهضم الملوثات، يعني ممكن الصندوق المتر في 75 يقعد مش بالغ اقول 10 سنين ما يتفتحش. يعني هيتم التخلص من المخلفات، ما اتهضمتش الملوثات دي هبدا اخدها في مخمر بايو جاز مع مخلفات المنزل القمامه المنزليه، ابدا اعمل عمليه تخمر. التخمر ده بيقدر على كل المسببات المرضيه ويحولها لغاز ميثان ويحولها لاسماد. مش عندي اسماد ولا اسماد، بحملها بجير حي اطفيها بحيث اقضي على كل الملوثات وباسماد غني بالان بي كي والكالسيوم. احنا دوله لو السماد وصل 4000 جنيه، انا بتكلم في الريف. فلما يكون عندي انا مسميها وحده منتجه بتطلع ميه، بتطلع سماد، بتطلع بايو جاز،
ممكن يستخدمها في يعني مشكله الصرف الصحي والكمامه من اهم المشاكل اللي تواجه مصر طبعا. ازاي نحولها من عبء بنصرف عليه فلوس الى حاجه منتجه في البيت. احنا بالفعل اغلبنا مزارعين او عندنا ثقافه ثقافه ان انا بلد زراعي اسطح تاني يا فندم بالميه المعالجه دي اللي يضرني استخدم الميه في السفن الطرد بعد ما اعالجها. الحمد لله الميه بتكلم عنها انا بالتحاليل الميه يعني تكاد تكون زي جوده ميه الشرب بالارقام. فقال لي منعنا استخدمها في السفن الطرد تاني. السفن الطرد بيمثل من 40 ل 50% من اهلاك ميه الشرب طبعا. فاللي يطبق المنظومه هيوفر 50% تخيل بقى لو بيخر بقى دي قصه ثانيه حاجه ثانيه هيوفر 50% من فاتوره استهلاكه الميه. لو مثلا بيدفع في الشهر 100 جنيه ميه هيدفع 50 جنيه. الميه اللي استخدمت النهارده احنا التعدى ارض زراعه بالبناء وصل ارقام كبيره جدا يعني مثلا بنتكلم في مليون فدان و2 مليون فدان. انا لما اعمل زراعات مكثفه اقوى بني زراعات فوق الاسطح مكثفه واستغل الميه الموجوده عندي واستغل الحديث في الزراعه مش الزراعه العاديه لا النظم الحديثه الاقوى بني كل هيدروبونيك اللي هي دايره ميه مغلقه وابدا اعظم الاستفاده من ثقافه الزراعيه والمساحه المتاحه بالنسبه لي والميه الموجوده وابدا انمي دخل البيت يبقى يرجع الريف زمان منتج. يعني هي الفكره ان انا ازاي اخلي العبء دوت احوله الى صديق او حاجه منتجه بالنسبه لي. النهارده انبوبه البيوجاز انبوبه الغاز بتزيد النهارده المناسيب بجزء من احتياجاتي من الطاقه بلاش كل احتياجات ربع احتياجاتي. عملت حاجه ثقافه البيوجاز في اوروبا بيدوروا بيها عربيات الاتوبيس النقل العام يعني بيتجهوا بيها محطات كهرباء لان بيجمعوا في حاجات كتير يعني محطات كهرباء كبيره. فالفكره ان احط الثقافه بس واسيب الانسان نفسه يبدع. يعني حضرتك لما تحطوا الاساس التخمر كذا كذا فصل الميه كذا او هو الانسان بقى صاحب البيت او صاحب الوحده هو هيبدع في تطبيقاته المختلفه. يعني واحد يزرع زهور واحد يربى اسماء وكله حر. يعني انت سيب له بس قول له دي الميه جيده لتطبيق 1 2 3 الميه دي تصلح للري تصلح للشرب وتصلح للغسيل بجوده كذا كذا والارقام بتكون بالتحليل. واتمنى ان الكلام ده يتم من خلال شركات في قلب الكره المصريه زي شركات النظافه النهارده تبقى شركات صرف صحي صغيره. والكلام ده بيطبق في الامارات من حوالي 30 سنه الامارات الفجيره عامه شركه خاصه بالتنقيه بتدير المنظومه تلم مشتركات من الاهالي. النهارده بتوع شركات الكهرباء في مصر بيلموا مشتركات فنفس وتشيل العبء عن الدوله. يعني النهارده الدوله هتجيب منين 200 مليار ولو 200 مليار موجودين عايزين 15 سنه شغل وعايز اشوف كم المشاكل وهبوط الارض والشوارع ضيقه ومشكله يعني نظم الصرف الصحي الموجود حاليا ما تناسبش بعض ظروفنا. شوارع ضيقه وما فيش مكان لمحطات المعالجه وايه الحكمه اخد ميه من شاهد 40 50 كيلو عشان اعالجها. كل سمات الملوثات بتاعت المركبات صعب فكها تاني كل ما بتبعد كل ما تصعب في مركب انت عايز من المنبع نفسه من المنبع افصل المانع وبتكلم حضرتك حجم صغير جدا. طب معلش ممكن اسال حضرتك سؤال يعني لو يعني العماره تحتاج نفس المكان نفس الموضوع خط الصرف في اي عماره 4 بوصه في اي عماره في نهايه الخط استخدام الصرف متقطع مش مستمر مش كل الناس بتخش الحمام في وقت واحد فدايما متقطع كميه الميه بتنزل بتم الفصل وتاخد سيرها عادي طبيعي. لو مش شبكه الصرف الصحي بتمشي مع الشبكه بس شلت منها الملوثات اللي ممكن تسد الشبكه. يا حضرتك ده حتى لها استخدامات ثانيه لو حد وقعت منه حاجه غاليه في قلب الحمام سهل يجيبها يعني مش بس مجرد ان انا فصلت المواد الصلبه. المواد الصلبه على قد ما هي خطيره جرام البراز فيه مليون فيروس حضرتك يعني عندنا امراض متوطنه زي فيروس سي. فحته ان انا اتحكم من المنبع في فصل الملوثات واستخدام البكتيريا او استخدام الفلتر الرمل البطيء واستخدام المعالجات الموجوده البسيطه اللي ما فيهاش اي دايما اصحاب الشركات والفلاتر بيجيب لك الشيء معقد عشان يكسب كل فتره غير ان انا اعمل حاجه مش محتاجه تغيير الفلاح العادي يطبقها في بيته. يعني مش حكما يعني دايما البساطه في الصحراء الناس بتزرع في الصحراء محتاجه المايه دي ومحتاجين السماد يعني احنا محتاجين المايه ومحتاجين السماد. النهارده عدد السكان بيزيد الطلب ارتفاع او تنامي الطلب على المايه بقى كتير. يعني زمان كنا بنستخدم المتوسط الفرد 50 لتر في اليوم وصل 200 لتر في اليوم بسبب رفاهيه او ارتفاع مستوى السكان زيادة على السكان. فبالتالي المايه ديت 13 مليار متر مكعب ميه لو خدت منهم 5 مليار ده قد حصه كينيا طبعا في مياه النيل. مش يصدق النهضه بتحتم علينا ان ناخد اجراء ايا كان الاجراء يعني حتى حصلت حتى لو الله سؤال لكن بتعمل حاجه ما حصلش المشكله استفدت ان انا ارشد الميه. انا مامور في ديني ارشد ميه طبعا يعني احتياجاتي بتامرني ارشد الميه التنامي. النهارده انا دوله زراعيه كل المنتجات التصديريه منتجات زراعيه معروف ان اجود البرتقال المصري التون المصري طبعا. في ايه المشكله ان انا اطلع ميه جديده مصدر اضافي. النهارده 1.5 مليون فدان لو خليته 3 مليون فدان ايه المشكله؟ من عند مصدر ميه جديد خير وبركه. يعني هي الميه النهارده لما عليها كويس حضرتك شايف حوض البرد دوت ده تراث ابونا الاجداد. ازاي اعالج الميه بالبرد؟ يعني المصارف الزراعيه بتاعتنا بيعمل فيها البردي بيعمل فيها اللوتس. دلوقتي ما حدش يعرف مصر يعني ايه اللوتس يعني شعر محافظ الجيزه شعر الطبي ما حدش يعرف. زهره اللوتس او نبات اللوتس بيمتص 13% من وزنه
ايا كان الملوث السائد في الوسط. الفكره بتاعتي بعد مصرف الميه في المجال الزراعي، انا اصلا شغال في وزاره الري، بعد مصرف الميه على المجال المائيه عامل حاجه اسمها الجزر النباتيه العايمه، اللوتس، البردي، الغاب، الحاجات دي بتمتص الملوثات، منتج سياحي يعني مثلا البردي واللوتس. يعني طبعا بريطانيا معظم المدارس الاجنبيه بتعمل شهادات التخرج مطويه من البردي، حط في اسم الطالب وبتاع. انا صاحب البردي وعندي البردي وعندي يعني محتاجه اشيل الملوثات يعني يمتص جزء من الملوثات. نتورد النيل بيمتص يعني ارقام 98% من الملوث في الوسط. حته الميه والتبخر، انا لو عملت صوبه او في الاماكن اللي فيها نتورد النيل وعامل لها صوبه، الميه تتبخر وتسقط تاني في الميه، تنزل تاني. مشكله. هي مفيش حاجه في الدنيا مشكله ملهاش حل، ولكن ازاي يعني اخليها منتجه؟ البرد لما اربيه عشان ينمي الميه، عشان اخده اعمل له منه ورق، اعمل منه مطيات، ازرع نبات البامبو على جوانب الترع عشان يمتص بالملوثات وانتج ماده خشبيه. مصر بتستورد من الخشب. الافكار كتير اكيد، واختراع حضرتك ابتكار واختراع محترم، واتمنى ان احنا نشوفه متنفذ باذن الله في المحافظات كلها، لان ده هيفيدنا جامد جدا كمصر. يعني النهارده كان يوم ايجابي. انا اشكر اهتمامك، يعني اهتمامكم كبرنامج نص برنامج، انه تستضيفوا حد بيقدم فكره، سواء حتى الفكره نص فكره ربع فكره، لا ده دورنا وتتنامى، يعني مش شرط يكون حد عنده يعني الكمال لوحده. اهتمامكم دعم لينا، وانا بجد انا سعيد بشكر سياده النائب واشكر سياده اللواء عصام بيدي وحافظ مني على اهتمامه، وحول الفكره مجرد فكره الى انا معطاها ما اعرفش اعمل شركه، ما اعرفش الى ان تطبق بإذن انما المنظومه ان حد يتبنى الفكره ويطبقها بإذن بجد شيء ايجابي جدا. بشكر سياده الحفظ عليه. بشكرك شكرا جزيلا المهندس جمعه طوفان، والحقيقه افكار وابتكارات على طول. يا جماعه بقول لكم القماشه حلوه والله، بس نركز عليها شويه، نلقي الضوء عليها ونقول ان بكره احلى، وباذن الله بكره هيبقى احلى ان شاء الله. بكره فريق عمل جديد من مصر جميل. السلام عليكم. We'll be right back.